سنقرأ لشهر 2 فبراير شباط عام 2024. سنقرأ لأذكى الأبراج صاحب الشخصية الرائعة جدا والثنائية. لديه طريقة أنه يفكر بطريقتين. كيف يعني؟ يعني البني آدم العادي كيف يفكر بطريقة واحدة وبوخ قراره. مولود برج الجوزاء الهوائي، شخصين بيفكروا مع بعض، عشان هيك دائما لما يحكي قرار أو رأي بكون رأيه صحيح 100%. وهذه الطاقة هي تعتبر روحانية. رجاء من جميع مواليد برج الجوزاء الاشتراك في القناة، ومهم جدا يفعلوا زر الجرس وما تنسونا باللايك. سنرى يا أصدقائي شو مخبالكم بشهر 2 في شباط فبراير عام 2024. رؤيتك الواضحة للأمور المستقبلية ستساعدك في النجاح والإقدام على مشروع مهني رائع جدا سيعود لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد. يجب أن تأخذ قرارات حاسمة في الأمور المعلقة. كيف يعني أمور معلقة يا أصدقائي؟ يعني في أمور عندك قديمة، جزء شراكة بينك وبين شخص أو عاطفية مش عارف تأخذ فيها قرارات نهائية بين تضلك مستمر أو تلغيها. هاي الأمور بتخليك دائما تفكر في الماضي، كالتالي ما بيصير عندك تفكير في المستقبل. خذ قرارات حاسمة بكل الأمور المعلقة وادفع بمصالحك إلى الأمام، وتأكد أن سيكون النجاح حليفك، لأنه عندك القدرات والمواهب الرائعة جدا اللي بتخليك تتفوق على جميع الأشخاص اللي من حولك. احذر من أحد الأشخاص اللي من الدائرة الأولى، سيحاول تشويه سمعتك أمام الأشخاص اللي من حولك. علما هذا الشخص أنت كنت بالفترات الماضية دائما تساعده وتمده بيد العون، بس دائما يا أصدقائي اتقي شر من أحسنت إليه. هذا الشخص هو بحاول أنه بأسلوب الغدر. كيف يعني الغدر يا أصدقائي؟ يعني أمامك ما بيحكي إشي عادي طبيعي، بس بستنى أنك تلف وجهك، ما رح يتردد أنه يشوه سمعتك ويحكي كلمات غير لائقة عنك. حاول أنك تواجهه بشكل مباشر. هو شخصيته ضعيفة، لما تواجهه بشكل مباشر رح يوقف عند حده، وبعدها ما رح يجيب سيرتك لا بمليح ولا بعاطل. تكثرون من السفرات القصيرة والتنقلات بين المدن، سيكون أغلبها أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه. ستعود لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد. كونوا أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة إذا كنت سيرا لأقدام أو بمراكبكم، لأنه يا أصدقائي الحادث عبارة عن ثاني واحدة ممكن يصير. أنت المشاريع اللي براسك وهذه الأمور بتسبب لك سرحان أو شردان في الدهن، والحادث يا أصدقائي هو عبارة عن ثاني واحدة ممكن يصير. الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه. هناك أشخاص من ناحية أخرى ستشعر إنهم بحبوك بمعنى الكلمة. من بعد خلافات رح تتصالح معهم، هم من الدائرة الثانية من الأصدقاء اللي كانوا قريبين جدا وعزيزين على قلبك. هذول الأشخاص رح يمدوك بيد العون ورح يساعدوك وما رح يبخلوا عليك بأي إشي بيقدر يساعدوك فيه، والأغلب إنهم من الأبراج الترابية والمائية. الله يديم المحبة بينك وبين هذول الأشخاص لأنهم بحبوك بمعنى الكلمة. الفرصة مناسبة لإتمام زواج ناجح لمولود برج الجوزاء، وخصوصا إنك راح تكثر الحديث مع الحبيب والرسائل الرائعة جدا والرومانسية، وهناك لحظات رائعة جدا تكون مع الحبيب، وخصوصا هناك لقاء
بالأسبوع الثاني من شهر 12، عفوا من شهر 2 فبراير شباط عام 2024، تلقى هدية رائعة جدا بتعزز رابطة الحب بينك وبين الحبيب، وستتحدثوا في الأمور المستقبلية مثل موعد الزواج وتجهيزات لحفل الزفاف. وألف ألف مبروك للي بحالفهم الحظ من مواليد برج الجوزاء. استقم بأعمالك بطريقة رائعة جدا تلفت فيها انتباه رؤسائك في العمل إليك، هذا الموضوع رح يدعم مركزك. كالتالي الفرصة مناسبة لترقية أو منصب جديد، احذر من أحد الزملاء سيحاول نصب المكائد والحيل لك، وهذا الشخص من الأبراج النارية سيحاول أنه يدفعك أنك تحكي بعض الكلمات الغير لائقة عن رؤسائك في العمل. كيف يعني؟ على سبيل المثال بيصير يقول لك أنه الشغل مش مليح، الرؤساء بضروك وأشياء من هذا القبيل، أنت كالتالي راح تحكي معاه أنه آه والله صحيح حكيك في ظلم، هذول الكلمات بس يأخذهن منك، ما راح يتردد أنه يحطهن بدنين رؤسائك في العمل عشان يقلل من قيمتك، وأيضا يخلي رؤسائك في العمل إنهم على سبيل المثال ما يمنحوك ترقية أو أي حوافز أو أشياء من هذا القبيل. صفحتك ناصعة البياض هي أقوى من مخططاته الفاشلة، فحاول قدر المستطاع إنه هذا الشخص تقطع علاقتك فيه عشان تدير بالك على مستقبلك ورزقتك. في الأمور الدراسية سيكون شهر مليء بالنجاحات والتفوق، وراح تبني بلاء حسن وراح تحقق نتائج رائعة جدا تفتخر فيها. تتلقى اتصالات من أفراد العائلة والأصدقاء المليئة بالطاقة الإيجابية. استحضر بعض اللحظات الرائعة جدا مع أفراد العائلة، وراح يقترحوا عليك الذهاب إلى رحلة ترفيهية في المناظر الطبيعية. حاول أنك تذهب لهذه الرحلة رغم المسؤوليات المطلوبة منك، وأنا عارف أنه وقتك ما بسمح، بس اثق تماما هذه الرحلة راح تعود لك بالنفع وبالطاقة الإيجابية، وخصوصا كنت بعيد جدا بالفترات الماضية عن الأمور الترفيهية. سعيدة راح تقدر تقوم بأعمال بطريقة رائعة جدا كما تحب وتشتهي. أما الأشخاص المتزوجون هناك بعض الخلافات بينك وبين الشريك بسبب أحد الأشخاص، لو سيزرع الفتنة ودائما بحاول يشوه سمعتك أمام الشريك بهدف أنه يصير زعل أو انفصال. حاول أنك تشيل الغباش عن عيونك وتعرف صديقك من عدوك، ولا تتردد أنك تحكي للشريك أنه هذا الشخص سيء جدا وما بحب لك الخير، لكي يأخذ حافز الشريك أنه هذا الشخص ما رح يحكي كلمة إلا هو هدفه التفرقة وليس النصيحة. بهذه الطريقة إن شاء الله يعود الوفق بينك وبين الشريك، وخصوصا بأواخر شهر 2 في شباط فبراير عام 2024. أما العازبون والمنفصلون، هناك حب جديد على طريقة الحظ والصدفة في الطرقات العامة، وتتعرف على شخص ترتاح لصحبته وتتحدث معه بأمور رائعة جدا تثير اهتمامك وفضولك. هذا الشخص سيحاول أنه يتقرب منك ويكون معك علاقة عاطفية، بس نفس الوقت أنت بسبب اللي صار معك بالماضي مش حابب أنك تفوت بمغامرة جديدة بلاش يصير خيبة آمال. اعلم يا صديقي برج الجوزاء مش كل أصابعك واحد، هذا الشخص ذو أخلاق وأيضا رائع جدا، ودائما يا صديقي ادرس الموضوع مش عاطفيا عقلانيا، وحط النقاط على الحروف قبل ما تبدأ بهذا العلاقة، وإن شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح. لنكمل يا أصدقائي، بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية، بيتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو
والآخر شهر كمسابقة، والأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة. قراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا وتوقعات الأشهر القادمة، ومليئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام. إذا كان في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية، نتناقش فيها بشكل مباشر، وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل لكل داء، في بإذن الله تعالى الدواء الشافي. كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى. بتمنى لكم حظ سعيد من كل قلبي.